القضية ديال هاد الملفتات ديال اللي كنحط بديت في 1983، والتجربة ديالي الأولى اللي كانت عندي اللي بقيت عاقل عليها كنت في الصحراء في النواحي ديال المحبس الزادي اللي بغينا نقول باش يعرفوا البلاصة. كان عندنا شي خشب تما حشيش شوية اللي بغينا نقولوا رطب، وبه خدمت واحد الفعاء اللي بغينا نقولوا في الصحراء كيقولوا لها مقرينات صغيرة، وبديت نخدم فيها نخدم، وفي التالي ضربتها بحال النار وشوية ديال السيراج، ومن تما حسيت براسي بان راني مزيان، وتعطيت للقبص ثاني عاود وليت للقبص وليت للسيما وليت للحديد، وثاني عاود ملي مشيت للغينيه الاستوائيه بحال الا لقيت مع الخشب اللي يصلح للخدمه، ومع طلبت واحد الدري واحد الميكانيك الله يكثر خيره حتى هو خدم لي شي مرابع وداك الشيء، وبقيت نخدم تما. حتى ما خدمت شي لا ديكورات نعقل، خدمت واحد لورو بيروكي الى بغينا نقولوا، وخدمت تما واحد راني فايت بعدا قلتها حنش داير على واحد العمود في الراس ديالو طير، وتما باش عرف بنا التاريخ هو 83، مع درت 13/10/83، وعاوتاني عاود جيت هنا بقيت مستمر، وقريبا فين لقيت انايا الحريه ديالي وخدمت مزيان هي في واحد قريبا شي 14 سنه ولا فات، من 2005 حتى لهنا ل 2020 خدمت مزيان، مع كانت عندي الحريه وداك الشيء خدمت مزيان، غير شنو هي مع راك عارف المعاونه شي شويه ناقصه عندي، وقضيه اخرى اللي خلتني ما نطلونساش هي انا نخدم ديكور نتاع 10 د المليون ولا كذا يعطيو لي واحد الثمن بلا ما نقول، راه الا قلت راه الخوت غادي يبكي في بلاصتي، وبقيت ندور غير هكاك، ولكن شنو اللي كنت رابح لو بغينا نقولوا كان ندور لاخر الحركه، وكنت نزيد نتريني. راه حاليا الا بغيت كيقولوا لي بان انا فنان كبير هذا كنحسبها انا غير تشجيع، غير تشجيع كيشجعوني بهم، انا مازال ما وصلت راني يلاه الا بغينا نقولوا شي 50% ولا راني عاد غادي لدار الفن، راه مازال ما وصلتش، ولكن نشكر الاخوه اللي راهم يشكروني ويقولوا لي بان انت فنان وانت كذا وانت هذه، ولكن انا مازال ما وصلتش. وقضيه اخرى كنقول انايا الا وصل حتى بغاو نخدم شي حاجه ولا راه ما غاديش نقدر انايا الريسكي براسي نديها ديريك للبلاصه اللي بغاو فيها، غادي نخدمها في داري الاولى، غادي نخدمها في داري، ملي غادي نخدمها في الدار ديالي حتى نشوف واش يقبلوها بعد المواطنين، نشوف اش غادي واش مزيانه ولا ما مزياناش، واش صحيحه ولا ماشي صحيحه، وإلا تقبلت راه كاين عندنا الحمد لله الا بغينا نقولوا الماتريال اللي غادي يوصلها تما الترونسبور، الا بغينا نقولوا راه تلقى مانيطو يهز حتى 20 طون. نقول هاد نهضروا على المنحوتات اللي خصهم يداروا ويقدر يبينوا المغرب ديالنا. حنايا راه باين معروفين بحال نقولوا الجمال، نقولوا نهضروا كاع بالدارجه باش يفهموني مزيان، بحال جمل تقدر دير جمل فرونبوا بحال هكا، بحال الجهه الشرقيه حنا يدار جمل، بحال الصحراء في الدخله يدار جمل. وما ننساش بعدا راه كنت في الصحراء ما عقلتش اش من سنه في قلميم ولا ما نعرف ولا في تيزنيت، شفت واحد السيد دار واحد ناقه الله يعطيه الصحه، راه يلاه الى بغينا نقولوا وصلتوا انا في ديك الساعه كان هذاك في الحقيقه مجد، هذاك راه في الحقيقه خصو يدوروا عليه، والى كاين يحيوه، انا ماشي من واحد اللي كنقول لا ما غادي ينافسني ولا يدير، انا ماذا بيا نلقايا انايا اللي يعاوني بحال هكا ونتعاونوا ونديروا شي حاجه في بلادنا. ونرجعوا للديكورات الاخرين، قلنا جمل تقدر دير عود، تقدر بحال هاد الجهه ديال الدخله تاع هاد الجهه ديال الجهه الشرقيه، عاود عندهم الكسيبه تقدر دير داك حولي السرندي، وحولي السرندي ما غاديش ديرو نتايا غير في لافورم ديال الحولي، غديرو كثار تقدر ديرو قد العجل، هو الا بغينا نقولو كبش بحال هذا كيتخدم، تقدر دير شي عود هكا ولا ما نديرو حنا هذاك الفارس ديالو راك عارف حنا ديالنا شي شويه كيدير، حنا ما نمشيش بعاد كاع تقدر دير غير عود شي عود هكا، هذا هو الحوايج اللي داروا. غير شنو هي اللي بغيت نقول لكم الخوت، شي حاجه اللي خصها دار على برا في الرومبوا خصها تكون صحيحه، تكون صحيحه وتكون كبيره باش تعطي الليلة. المواد اللي كنخدم في النحت كنخدم بالحديد، دوك الفيرويات فيهم باديه من السيس حتى ال 20، من 6 حتى ال 20، كاين ال 20 كاين 6 وال 10 وكذا، والاغلبيه انا كنخدم ما بين 12 وال 10 وال 14،
بحال شي فيل راه كنت خدمتو الى شتوه دوك النياب ديالو راني داير فيهم القطبان تاع العشرين باش حتى الا جا شي واحد يتعلق فيه ولا شي حاجه ما غاديش يتهرس. وثانيا نزيد لهم الشبك اللبس له الشباك بحال ندير في الاول كندير الهيكل ديالو الا بغينا نقولو ونلبس له ندير له الشباك ونزيد نعمر له عاد السيما عاد نتبع له النحت. في المسؤولين ما رانيش نهضر غير على وجده نتعاونوا معايا ونحاولوا نديروا شي حاجه هكا في بلادنا في شي بلاصه اللي هي باينه بحال كيما قلنا بحال باب نتاع سيدي عبد الوهاب بحال هذاك راه في هذيك البلاصه راه خص دار فيها واحد شي ديكور كبير بحال هكا ولا بحال شي بحال سوق السلام راه كاين شي ما وصلتش انايا شي مزرعه تما ولا دايرينها بحال هذيك يدار فيها ديكور ولا بحال المغرب ديالنا كامل اللي بغى شي حاجه ولا مرحبا به. ولكن انا ما كنفكرش انا غير في الشهره، انا كنفكر اش غادي ندير اش غادي نخلي ندير شي حاجه. انا ما كنقلبش غير نتشهر، انا كنقلب على شي حاجه اللي هي تكون صحيحه ومعشوقه ويشكروني عليها. راه كاين شي بعض اللي في الاخر كيقول لك انا فنان ونوض الضجه وكذا، ولكن في التالي تحشمت شوف ذوك الاعمال ديالي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.